عليكم، اهلا بيكم في فيديو جديد. والفيديو النهارده ميزه جديده في اليوتيوب، وهي ميزه الشير. ودي ما كانتش مفعله لليوتيوب، لبرنامج اليوتيوب، لتطبيق اليوتيوب. كانت مفعله مثلا في الفيس، احنا بنعرف ناخد بوستات ونشيرها من صفحتي، من بره صفحتي، من صفحه غيري وهكذا. لكن المره دي البوستات اللي احنا بننزلها على حاجه اسمها المنتدى، شبه الفيس كده، بتنزلوا بوستات عليه. نقدر نعمل لها شير. بصوا، ممكن ناخد رابط ال البوست نفسه وننسخه ونوديه بقى على الفيس، ونوديه على حته مثلا عجبني البوست ده بس مش عارفه منشن لصاحبتي، فباخد لينك البوست وبروح اوديه عند صاحبتي على الواتس، وبتشوفه هي بتدخل عليه مباشره. مثلا في كلام معين عجبني عايزه اروح افرجه لاصحابي، فباخد نسخ الرابط وبوديه للواتس، وبيشوفوه بكل سهوله زي كاني بالظبط باخد لينك الفيديو. وكمان ممكن اعمل له ايه، ممكن اعمل له شير على قناتي انا، يعني ان انا اخد البوست بتاع مثلا زيزي بينك ده اروح ايه حطاه على قناتي انا، عامل له اعاده نشر، وبيبقى باين جدا جدا ان انا بكون عامله له اعاده نشر عندي انا في القناه. تمام، يعني مثلا هروح عند قناه ريم حسان، ماشي، واروح مثلا عند المنتدى بتاعها، واروح مثلا عجبني الفيديو ده، تمام، البوست اللي هي منزلاه ده والفيديو اللي فيه، فهروح دايسه على علامه الشير واروح عاملها له اعاده نشر عندي انا على القناه. كده هينزل على المنتدى بتاعي، ماشي، اقول لهم شوفوا الفيديو هيعجبكم جدا، واروح حتى مثلا كم قلب كده، واروح عامله اعاده نشر. بس دلوقتي اللي هيحصل، بصوا اهو، انا اهو قناه همسات اونلاين، شوفوا الفيديو هيعجبكم جدا، ومن قناه، وخدت البوست من قناه ريم حسان اللي هي همسات بس، ماشي، ونزلتها اهو زي ما انتم شايفين البوست، باين جدا ان انا واخده البوست من قناه تانية، يعني مش من قناتي، من قناه تانية، يعني الاسم القناه التانية بيبقى باين. تمام، بس ده في نفس الوقت بيسهل على، يعني حاجات بتسهل شغل اليوتيوب، وبتنشر، بتديكي مساحه ان انت تنشري فيديوهاتك اكتر. يعني مثلا لو انت عندك، انت وصاحبتك قنوات، تقدروا تاخدي من والى، يعني من عندها ومن عندك، هي تاخد من عندك وانت تاخدي من عندها، وتنشروا لبعض، وده يديكم مساحه لنشر فيديوهاتكم على نطاق اوسع، والفيديوهات بتاعتكم تتشاف بسرعه. ودي بقى ميزة الميزة دي ان انت تنشري فيديوهاتك، فبيبقى ليها نسبة، بتزود نسبة المشاهدات بتاعتها. وربنا يكرمنا يا رب ويكرمكم، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.